أن نبدأ زياراتنا الجماعية والوطنية والتمثيلية إلى أضرحة الشهداء من هذه القرية، هذه القرية الطيبة الصامدة، بلدة الشهيد رامي غرة. ونحن على هذا العهد، وهذا العام رغم الظرف الخاص وعدم إمكانية أن يكون برنامج أوسع، نحن هنا لنقول أننا نحفظ ضرب الشهداء، نحفظ ذكراهم، ونحن نؤكد أن القضية التي قضوا من أجلها ودفعوا ثمنا باهظا هي قضيتنا جميعا، قضية الاستقلال الوطني الفلسطيني مثل باقي شعوب العالم، وقضية حريتنا وكرامتنا كفلسطينيين في هذه البلاد على أرضنا وفي وطننا. فنحن نعاهد الشهيد وعائلة الشهيد أن نواصل هذا الطريق، أن نحفظ ذكراهم وأن ننقل هذه المعاني، معاني التضحية، معاني الوفاء لشعبنا لأرضنا من جيل إلى آخر. فباسم زملائي في لجنة المتابعة نحييكم على يعني هذه المشاركة، نشد على أيديك والد الشهيد والعائلة، أهلينا في جد وفي باكا، وإننا على هذا الدرب سائرون. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير على هذا.